في سؤال عن التعامل مع أهل البدع. الناس اللي نشروا كلام إننا نقول يجوز التعامل مع أهل البدع هكذا، هذا كذب واضح وصريح ولن يأتوا به في تسجيل. ومع كثرة ما اعتنوا بتتبع التسجيلات ومكثوا في ذلك 6 أشهر وجمعوا 80 مادة ما وجدوا هذا اللفظ لأنه غير موجود أصلاً، وإنما هذا افتراء. هذا الافتراء تحليل لكلامنا. قد أحتاج أن أتعاون مع بعض أهل البدع الأقرب على بعض أهل البدع الأبعد، كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن، لكن لا تصادر الناس. تقول فلان يقول بالتعامل مع أهل البدع ولا تأتي بكلامه، وين كلامه؟ ائت بكلامه ليصدقك الناس ويتعاونوا معك على محاربة فلان، هذا أنت تريد الحرب أصلا. فلا يوجد كلام من هذا النوع يا شيخ. قد أحتاج أن أتعاون مع بعض أهل البدع الأقرب على بعض أهل البدع الأبعد، كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن. الناس اللي نشروا كلام إننا نقول يجوز التعامل مع أهل البدع هكذا، هذا كذب واضح وصريح ولن يأتوا به في تسجيل. كأن تتعاون مع الإخوان المسلمين ضد الرافضة. أقول هذا من حيث الفقه ممكن. جلست مع شباب الجامعات في مسجد المزار، ودار بيني وبينهم حوار من صلاة العشاء، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. فبعض الشباب ما خرج من كل هذا الزمن إلا بجملة كذب فيها. الشيخ أبو زيد يقول اترك هذه المحاضرة وأنت تصر على إقامتها، هل انتهى الوقت؟ هل قامت الدنيا؟ هل هي أهم محاضرة حتى ولو كانت في التوحيد؟ مش تاني عندك زمان ممكن تحاضر مرة تحرف هذه الجملة. فقالوا الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع. والله عاد هذا كذب جديد نهائي ما له صلة. أولا لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما. وأنا أذكر كنت أتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تفصيل التوحيد بعد كده ما جماعة صبية، لكن الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ملقوب حتى لو في التوحيد ما بيه. أولا لم أذكر كلمة تنظيم، بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة حتى لا يربط بالتنظيم، وإنما قلت الشيخ أبو زيد باعتباره عالما. الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ملقوب حتى لو في التوحيد ما تقوم، بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة. الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ملقوب حتى لو في التوحيد ما تقوم، بل تحاشيت أن أقول رئيس انصار السنة. الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ملقوب حتى لو في التوحيد ما تقوم. حرقوا هذه الجملة فقالوا الهواري يقول لو منعك التنظيم من الكلام في التوحيد تمتنع. والله عاد هذا كذب جديد نهائي.